عندنا لسه قبل ما اخش على الصحافه العالميه قالت ايه، عندنا بعض الاخبار السريعه. في تقرير صحفي كتالوني النهارده يمكن فجر مفاجاه من العيار الثقيل، ان اداره برشلونه رفضت التعاقد مع الظهير الايسر الكندي الفونسو ديفيز، ده طبعا قبل ما ينتقل لصفوف البايرن. التقرير بيقول ان ديفيز كان على اعتاب البارسا سنه 2018، يعني تقريبا قبل 6 شهور من انضمامه للنادي البافاري، وكان خريستيو طبعا ده نجم البلو جرانا السابق كان بيتابع الفونسو ديفيز وهو كان صغير جدا، كان بيتابعه في صفوف فرانكفورت الكندي، ونصح اداره برشلونه انه يضم هذا اللاعب. اللاعب كان عنده لسه 17 سنه وكان لاعب مميز جدا جدا، لكن يمكن الاداره الكتالونيه اعتقد ان اللاعب الكندي مش هيكون على المستوى المناسب اللي يلعب في اوروبا وخاصه في نادي كبير زي برشلونه، وان ناديه طلب يمكن 5 مليون يورو لاتمام الصفقه. وبالتالي وصفت التقرير رفض برشلونه ضم ديفيز بالخطا التاريخي، وخاصه زي ما حضراتكم عارفين ان البايرن حسم الانتقال هذا اللاعب في يوليو 2018 ويدفع فيه 11 مليون يورو. طبعا دلوقتي بيقدم مستويات كبيره جدا جدا مع البايرن ويعتبر من افضل ظهير الايسر في العالم. في خبر تاني، واصل المدرب الايطالي الاسطوري كارلوس انشيلوتي طبعا المدير الفني للريال ارقامه المميزه وانجازاته الكبيره بعد طبعا مقاد فريق ريال مدريد يوم الاربعاء والفوز على لايبسك الالماني 2-0 في دوري ابطال اوروبا. بكده حقق ريال مدريد الفوز طبعا بهدفين كان طبعا عن طريق فيلفاردي والمهاجم اسينسيو، حصد الفوز الثاني ورفع رصيده ل6 نقاط في قمه جدول ترتيب المجموعه. الفوز ده كمان وصل انشيلوتي للفوز رقم 100 في بطوله دوري ابطال اوروبا مع مختلف طبعا الفرق اللي تولى تدريبها في هذه البطوله. وطبعا لغه الارقام بتقول ان انشيلوتي هو اصبح ثاني مدير فني يصل لهذا الرقم من الانتصارات في بطوله دوري ابطال اوروبا بعد طبعا السير اليكس فيرجسون طبعا المدير الفني السابق للمان يونايتد اللي حقق 102 مباراه فوز في 102 مباراة على مستوى دوري الأبطال. أنشيلوتي دلوقتي 100 مباراة وأعتقد هو هيكسر هذا الرقم بسهولة في الأسابيع القادمة. عندنا كمان بعض التقارير الصحفية اللي كشفت خلال الساعات الماضية إن نادي ليفربول الإنجليزي يعني بيتقدم السباق في التعاقد مع نجم منتخب إنجلترا الواعد بلينجهام، طبعا لاعب وسط فريق بروسيا دورتموند الألماني اللي بيقدم مستويات اكتر من رائعه، يعني لفت الانظار في السنوات اللي فاتت مع فريق بروسيا دورتموند وجعل يعني مما جعله هدف كبير جدا للانديه الكبيره في انجلترا واوروبا. اشترط مسؤول بروسيا دورتموند خلال الفتره الماضيه على الحصول على 100 مليون يورو للموافقه على بيع اللاعب. ويمكن كتبت صحيفه تلجراف الانجليزيه النهارده الخميس ان نادي ليفربول يعني هو في مقدمه السباق للتعاقد مع بلينجهام ويرغب في التعاقد مع هذا اللاعب وسط طبعا يعني لعيب مميز جدا في وسط الملعب وفي رقم كبير جدا 100 مليون يورو لانتقال هذا اللاعب. طبعا هو لاعب صغير في السن صاحب طبعا مستوى اكتر من رائع في وسط الملعب وفي الخط الهجومي، لكن ليفربول كمان محتاج هذا اللاعب. لكن المبلغ كمان 100 مليون يورو اعتقد مبلغ كبير جدا، ولكن هنشوف خلال الفترات اللي جايه هيروح فين. لسه طبعا في مانشستر، لكن يونايتد المدرب اريك تين هاج طبعا بيقول لك هيحصل على 70 مليون جنيه استرليني على الاقل لإنفاقه، خلاص بيفكروا في موسم الانتقالات الشتوي في يناير في حالة رحيل كريستيانو رونالدو. وبيقول احنا عارفين ان المان يونايتد دفع اكتر من 215 مليون جنيه استرليني خلال الصيف لتعزيز طبعا صفوفه وضم البرازيلي انتوني في انتقال ضخم بقيمة 85 مليون جنيه استرليني من اياكس، وكمان ما يقرب من 70 مليون جنيه استرليني على كاسيميرو طبعا اللاعب القادم من ريال مدريد، ومنح اياكس 50 مليون جنيه استرليني لضم طبعا مارتينيز. تقارير قالت ان تين هاج هيتلقى دعم جديد في
في دعم داخل للمان يونايتد لما طبعا الوينتر ترانسفير هيتفتح في خلال يناير، ممكن مبلغ ال 70 مليون دول يرتفع لاكثر من 100 مليون جنيه استرليني اذا قرر رونالدو طبعا الرحيل من اولد ترافورد لاي نادي اخر. وطبعا الحسبه بتتحسب ان في 70 مليون دعم، ولو طبعا رونالدو رحل عن المان يونايتد في الشتاء اكيد المبلغ الراتب الشهري الكبير هيتوفر لاداره المان يونايتد.